بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله هنتكلم على محافظة قبل الأخيرة المدرم عن الأردن الجديد. في نهاية هذه المحاضرة المفروض كلنا نعرف ايش معنى الدرم، مهم جدا لأنه اليوم في نيو أبروتش في مجال الدرم هنتكلم عليه. نعرف ايش الميكانيزم اللي تؤدي لنا إلى الدرم، وحنعرف كمان الكوزز للأوتوميون ديزيزز. هناخد اكزامبل، طبعا عدد الأوتوميون ديزيزز كبيرة جدا، لكن هناخد اكزامبل ومن هذه الاكزامبل هنتعلم لو قرانا أي أوتوميون ديزيز نعرف الميكانيزم أو الباثوجينيسيس اللي حدث لها الأوتوميون ديزيز. وفي النهاية كالعادة هنمتحن أنفسنا. طيب، ديفينيشن أوف تيرمز. التيرمز كان نقول عليه الآتي، هو عبارة عن أبسنس أوف إميون ريسبونس أجينست سيلف أنتيجين. إذن هو absence of immune response against self antigen، يعني ما فيش أي استجابة مناعية للself component، بمعنى كل شخص الـ immune system ما يستجيبش للself component حقه أو self antigen. لكن عشان التعريف يكتمل بشكل أدق نقول إنه an immune competent person، يعني إيش؟ إن واحد مناعته ممتازة جدا، قادر إنه يعمل immune response against the foreign antigen ومع ذلك يتحمل السلف antigen أو السلف component. إذن ببساطة tolerance معناها إنه absence of immune response against self antigen in immune competent person. طيب عايزين نعرف إيش الميكانيزم اللي يستطيع immune system إنه يتحمل هذه السلف component. إيش الميكانيزم؟ الميكانيزم كالآتي، في معنا حاجة بنسميها auto tolerance، في حاجة بنسميها acquired tolerance. طيب الauto tolerance كالآتي، في معنا central tolerance و peripheral tolerance. الcentral أخذناها central lymphoid organs اللي يحدث في التيشو وفي البول مارو، لا كcentral هذيك السكندري الليمفويد اورجن. تتذكروا السنترال قلنا كيف تحدث عمليه البوزيتيف سيلكشن والنيجاتيف سيلكشن في الثايموس، وهتتعرض لعمليه جديده بنسميها النيجاتيف سيلكشن في للبي سيل في البول مارو. ده بالنسبه للسنترال. ذكروني اذا كانت ذاكرتي كويسه البوزيتيف سيلكشن والنيجاتيف سيلكشن، حد ذاكر حاجه فيها ولا؟ طيب ممتاز. اذا الان هنتكلم الان على الاوتو تولرنس، الحاجه الجديده طبعا اللي هنتكلم عليها اليوم اللي هي الاكواير. اذا اتفقنا في معنى سنترال وفي معنى بريفرال. السنترال زي ما قلنا انه يحدث في السنترال لمويد اورجنز اللي هم البول مارو والثايموس. هنبدا بالثايموس. احنا قلنا تحدث عملية مهمة جدا اسمها البوزيتيف سيلكشن. الخلايا تجي من البول مارو خلايا immature، صح؟ وقلنا الخلايا immature دي نسميها ثايمو سايتس. الثايمو سايتس دي هتروح للثايموس، والثايموس زي ما اتفقنا في منطقة الكورتكس ومنطقة مدلة. جميل. ركزوا على النقطة المهمة دي. في منطقة الكورتكس بداية قبل السيلكشن يحصل ماتيوريشن. بمعنى الخليه الانميتيور دي تبدا يحصل لها اكواير سبيسيفيك ريسبتور، من ضمنهم زي ما قلنا تي سي ريسبتور، سي دي 3، سي دي 4، سي دي 8، فتكون كومبليت ماتوريشن. بعد ما يحصل لها كومبليت ماتوريشن الان لابد انه احنا نقول اديوكيتد عشان بس نبسطها، ولكن هي حقيقه سيلكتد. كيف يحدث؟ انه خلاص بعد ما حصل لها ماتوريشن تجيها خليه عليها كل السلف كومبوننت. فالخلية دي مطلوب منها أمرين، مش عشان تتعلم، مطلوب منها تعمل بايندينج، ومن خلال هذا البايندينج هيحصل ريكوجنايز، هتتعرف إن دي كلها سيلف كومبوننت. فإذا المطلوب في البوزيتيف سيلكشن إن الخلايا دي الخلية الماتيور تتعرض لكل سيلف كومبوننت، هتبدأ تعمل بايندينج. من خلال هذا البايندينج غاية الأهمية، لأنه كيف أنا
هسمح للخلية او كيف الاميون سيستم هيسمح للخلية تخرج ومش قادرة تعمل بايندينج. فقدرتها على البايندينج هتتعرف انه دي سيلف كومبوننت. اي خلية ما قدرتش تعمل بايندينج هيحصلها بكتوز. ومن هنا قلنا بوزيتيف سيلكشن ما معناها البوزيتيف اللي عملت بايندينج. الى هذه النقطة خلاص الخلية اصبحت متيور تماما المفروض تخرج للسكندري ديبلويد اورجان. لكن المولى عز وجل عاوز يعملها امتحان على اساس تعرف انه هل تعلمت فوق ولا ما تعلمتش فوق. فتنزل الخلية دي الى المدلة. هذه اللي الان اللي عملت بايندينج في البوزيتيف سيلكشن تنزل الى المدلة. المدلة يجي لها الاختبار، تجي لها زي ما قلنا الخلية وعليها كل السيلف كومبوننت. فإذا حصل إنه ارتبطت هنا هيحصل أبوبتوزس. ليش؟ لأنه دي على وشك إنها تغادر. فمعناها لو غادرت إلى الجسم نفسه هتروح ترتبط بالسيلف كومبوننت وهيحصل أوتو إميون ديزيز. فبالتالي الخلية اللي ما ترتبطش هي اللي هيحصلها سيلكشن وبالتالي هتغادر إلى السكندري لمفويد أورجانز وإلى السيلفر. في البول مرة تحدث فقط النيجاتيف سيلكشن. ما هي النيجاتيف سيلكشن؟ نفس اللي قلناه. تجي خلية عليها كل السيلف كومبوننت، أي خلية ترتبط أبوبتوزس، الخلية ما ترتبطش تغادر إلى السكندري لمفويد أورجانز. طيب تعالوا الآن نركز على البريفرال. البريفرال هي الآتي، ركزوا معي. ماتيور سيل، خلاص ماتيور خرجت، خليها في البريفرال. خليها في السكندري لمفويد أورجانز. إذا التي سيل عرض لها سيلف كومبوننت، مش التي سيل تعلمت في التايمس. إذا التي سيل عرض لها سيلف كومبوننت هتستطيع وهي في البريفرال وهي ماتيور إنه يحصل لها فانكشنال إن أكتيفيشن أو نسميها أنرجي. إذا ركزوا معي هذه بدها في البريفرال. كيف الوضع اللي حيتم؟ لأربع ميكانيزم. ميكانيزم الأول نسميها إنهيبيشن أو نسميها كلونال أنرجي. الميكانيزم الثاني نسميها ديليشن أور أبوبتوزس. الميكانيزم الثالث نسميها اميونولوجيكال اغنورانس. والرابع نقول عليها سبريشن. تعالوا نشوفها واحده واحده. اذا في البريفرال اول حاجه حيحصل انكريشن. ايش اللي حيحصل في الطوق؟ مش اتفقنا زمان على النورمال اكتيفيشن انه الانتي بريزنتنج سيل تعرض الانتيجين على ان سي كلاس سواء كلاس 1 ولا كلاس 2 وحتيجي تي سيل ريسبترز وحتكون على حسب اذا كانت ام سي كلاس 1 حتكون سي دي 8 اذا كانت ام سي كلاس 2 حتكون ممتاز. وبعدين قلنا هيجي بي 7 وسي دي 28 وسي دي 40 وسي دي 40 ليجر. جميل هذا النورمال يعني الفيرست سيجنال والسكند سيجنال هذا نورمال اكتيفيشن. جميل تعالوا شوفوا اللي حصل. حصل انه انتيجين بريزنتنج سيل عملت اكسبريشن السيلف كومبوننت. جاءت التي سيل ريسبتور ارتبطت كويس عرفت انه سيلف كومبوننت تروح تعمل بلوك للسي دي 4 للسي دي 40 ليجنز ما تخليش يحصل له اكسبريشن. فبالتالي السي دي 40 ليجنز اللي ما حصلوش اكسبريشن السي دي 40 اللي موجود على الانتي بريزنتنج سيل مش هيحصل بايندينج فبالتالي مش هيحصل اكتيفيشن. سميها انهيبيشن اور كلونال انرجي. جميل الصفه التاليه هذه انتي بريزنتنج سيل وهذا الام اتش سي مولكيول كلاس 2 وهذا السيلف كومبوننت. الان عرضت سيلف كومبوننت وهذه نسميها احنا تولرال تي سيل جات ارتبطت عرضت اوه هذا سيلف كومبوننت فتروح هي على طول تعمل اكسبريشن لحاجه بنسميها سايتوتوكسيك تي لمفوسايت انتيجين 4. لما يرتبط السايتوتوكسيك تي لمفوسايت انتيجين 4 مع التي 7 يعمل ان اكتيفيشن للتي 7. واضحه؟ فيري سمبل. مش البي 7 دي المفروض يطلع لها سي 28؟ جميل الخليه الترنر تي سيل عرفت انه ده سيلف كومبوننت فراحت طلعت مولوكيول اخر. المولوكيول الاخر اسمه سايتوتوكسيك تي لمفوسايت انتيجين 4. وانس انه ارتبط السايتوتوكسيك تي لمفوسايت انتيجين 4 مع البي 7 على طول يعمل انهيبيشن للتي 7 فما عاد يحصل لهاش اكتيفيشن. كويس الامر الاخر تعالوا نشوف في البريفرال كيف يحصل الديليشن. الديليشن يحصل كالاتي. هذه انتيجين بريزنتيشن جميل عرضت سيلف كومبوننت هذا سيلف كومبوننت جاءت التي هيلبر سيل
ارتبطت بالتي سي ريسبتورز مع سيلف كومبوننت. اثناء هذا الارتباط عرفت ان ده سيلف كومبوننت. فراحت الاتي راحت هي تعمل اكتيفيشن لجين يحصل اكسبريشن للفاز ليجن على سطحها. فهيرتبط الفاز ليجن مع الفاز اللي عليها هيحصل ابوبتوزس لها وبالتالي مش هيحصل اكتيفيشن ومن هنا سموها ديليشن او ابوبتوزس. واضحه؟ واضحه كده؟ سهلة جدا. أنت بريزنتينج سيل شباب عرفت سيل كومبوننت جات في سيل ارتبطت بسيل كومبوننت فشافته مش معقول هذا سيل كومبوننت. فهي عشان تحمي هذا الجسم فراحت تطلع ايه؟ تطلع فاز ليجن فيه البرسل. مش اتفقنا زمان ان الفاز ليجن هيرتبط مع الفاز مع الفاز هيحصل ابوبتوزس وهي على السيرفس حقها اوريدي موجود الفاز بروتين فحتطلعت الفاز ليجند. الفاز ليجند حيرتبط مع الفاز حيحصل ابوبتوزس وبالتالي مش هيحصل لها اكتيفيشن اجينست السيل كومبوننت وبالتالي ده حصل تولرنس نسميه بريفرال تولرنس. جميل. طيب تعالوا نشوف الاميولوجيكال اجنورنس. هذه نسميها سيكوستريتد انتيجين او هيدن انتيجين يعني انتيجين مخفيه ما هيش ظاهره. هذه السيل عليها انتيجين وفي فاريان ما يخليش الاميون سيلز سواء كانت بي سيل ولا ناتشرال سيل ولا ماكروفيجز انها تشوف السيكوستريتد انتيجين وبالتالي نقول حصل اميولوجيكال اجنورنس تجاهلها الاميون سيستم لانه ما شافهاش اساسا. يعني مثلا نقول في الاي لينز الاميون سيستم ما يشوفهاش خالص عليها كبسول ما يشوفهاش خالص. لو حصل انه حصل ربشه لهذا الكبسول حيبدا الاميون سيستم يشوف هذه الانتيجين. فطالما الكبسول موجود بنقول انه حصل اميولوجيكال اجنورنس يعني الاميون سيستم تجاهل هذه الانتيجين لانه ما شافهاش اساسا. لكن لو حصل ابيرنس لهذه الانتيجين حيحصل اكتيفيشن وبالتالي حيحصل اوتوميون ديزيز. اذا من ضمن التولرنس انه في اشياء في جسمنا الاميون سيستم ما شافهاش خالص فبالتالي هناك بارير حاجز بينه وبين هذه الاشياء. مثلا تعرفين في السبرم لو واحد حصل له لا قدر الله حادث وحصل له حصل في الفلفل كروما في الفلفل فالفاز حصل له رابشر فالميون سيستم بدا يشوف السبرم كانت مغطاه ما كانش يشوفها فيشوفها على طول فرن فيروح يكون لها انتي بوديز. لكن من قبل الاميولوجيكال اجنورنس كان هو الحاجز بين هذه الهيدن او سيكوستريتد انتيجين وبين الاميون سيستم. الامر الاخر سبريشن. احنا اتفقنا في معنا خليه نسميها تي راد اللي بتاعنا ريجوليشن وسميناها فوكس تي 3 وقلنا انه دي هي سب بوبوليشن للسي تي 4 دي للبوسايتس. ايش اللي يحصل؟ هذه التي راد عليها السايتوكسيك تي لمفوسايت انتيجين 4 ومش اتفقنا انه هذا يرتبط بالبي 7 ويعمل انهبيشن بالاضافه ان هي كمان تطلع الترانسفورمينج جروث فاكتورز فكلهم دول يعملوا انهبيشن للاميون سيستم فيما لو حصل انه حصل اكسبريشن لسيلف كومبوننت. فوجود التي راد بيعمل انهبيشن للاميون سيستم ما يخليش يحصل له اكتيفيشن اجينست اي انتيجين. طيب اذا هذه الاربعه اللي قلنا عليهم في البريفرال انه يا يكون معانا انهبيشن يا يكون معانا ديليشن يا يكون معانا نيوتيكال اجنورنس يا يكون في سبريشن ودي خلاص الخلايا ماتيور خلايا ماتيور. اذا اتفقنا انه في معانا الان كان سنترال تولرنس وبريفرال تولرنس كلهم دول نسميهم الاوتو تولرنس. اذا الاوتو تولرنس كان في سنترال والبريفرال. تعال الآن نشوف الحاجة الجديدة اللي الآن يفكروا العلماء فيها اللي اسمها الأكواير تولرنس. الأكواير تولرنس. ما معنى أكواير تولرنس؟ معناها إنه يدخلوا أنتيجين للشخص ويقولوا له لو سمحت عشان خاطرك اسكت عنك. كيف إنه نحاول ندخل أنتيجين ونخلي الإميون سيستم يغض الطرف عن هذا الأنتيجين وما يعملش إميون ريسبونس. لو استطعنا ان نعمل هكذا نسمي هذا انتيجين تولرنس.
إذا عملناه خلينا الميون سيستم يتحمل هذا الأنتيجين. طيب طبعا هذا بيحصل في أي فترة من فترات الحياة، في أي فترة حنشوفها نتكلم عنها. ليش الاندكشن أو الانديوز للتولرانس ده؟ حتى نحاول نعمل فيه نستخدمه في الثيرابي. وش اتفقنا احنا في الالرجيك كونديشن؟ احنا نروح نعمل ديسنسيتايزيشن، احنا نروح حتى الانتيجين اكسبوزوز نعمل انكريز جرادولي جرادولي. ده على طول خلينا الانتيجين يعمل شيفتنج وتتغير تي هنتر 2 الى تي هنتر 1، بالتالي ازحنا الاي جي اي اللي هو المشكله واصبح هناك ما في مشكله، اصبح الانتيجين ده ما يشكلش اي مشكله بالنسبه للشخص اللي عنده الرجيك. الطموح اليوم والمحاولات اليوم اللي هي عندها ترايل للجرافت انفكشن والاوتوبين ديزيز، هقول لكم كيف. هذا انتيجين مش اتفقنا زمان في فتره دراستنا في الكورس ده انه الانتيجين ده لما يدخل جسمنا يحصل له ايش؟ immune response. الفكره الان اللي يشتوها العلماء كالاتي، هذا انتيجين دخل عاوزين نعمل له تولرنس. اذا عملنا له تولرنس نسمي هذا ايش؟ تولروجين. إذا ما هو التولروجين؟ إن احنا نخلي الأنتيجين الفورين اللي الإميون سيستم يعتبره يتحمله ويحصل إنديوز للتولرانس. إذا حصل إنديوز للتولرانس نسميه تولروجين. كيف يحصل هذا الوقت؟ أول ميكانيزم قالوا يا نعمل الأنتيجين باي دوز يا نعمله بلو دوز. وجد العلماء إنه كلما كان الأنتيجين باي دوز وبلو دوز يخلي الأنتيجين تولرانس. هذه ميكانيزم الأولى. الميكانيزم الثانية البروتين انتيجين لما تكون تاكل لما نحولها الى سوليبل انتيجين تكون مور تولرانس. الامر الاخر انه ريبيتد ادمنستريتد اتفقنا عليها انه نحقن انتيجين بشكل مستمر بشكل مستمر، هذا حيؤدي الى كمان الى تولروجينيك، حيصبح الانتيجين ده مور تولرانس. الامر الاخر ودي الفكره كمان الجديده، نروح نجيب الانتيجين ونخلطه مع ايش؟ نيو سابس ونعطيه للشخص ده حيصبح الانتيجين ده تولرانس. الامر الاخر اكيد قالوا شيء لوجيك انه التولرانس ده حيكون تشانس انه ينجح اكثر لما يكون الفينيونيت او البريديتر حيكون بشكل كبير، ولذلك مفهومنا كثير الان بالنسبه للناس اللي عاوزين مثلا عاوزين يعملوا ترانسبلانتيشن. انا كنت اخذ درس محاضره يروح يجيبوا الانتيجين حق الدونر ويعطوها للريسيبيانت في احدى الطرق بحيث ان الريسيبيانت يتقبلها وخلاص يتقبلها مع تشحن الميون سبريشن حتكون خلاص ده اصبحت تولرنس. طيب الان الاوتوميون ديزيزز حنعمل عليها ديفينيشنز وميكانيزم فقط عشان لما تيجي تقرا اي اوتوميون ديزيز تكون الموضوع بالنسبه لكم سهل. ما معنى اوتوميون ديزيز؟ معناها انه بريك داون للتولرنس. لما نقول ديفينيشن للاوتوميون ديزيز ما معناها؟ معناه انه حصل بريك داون للتولرانس او اصبح هناك ميون ريسبونس اجينست السيل كومبوننت. فكلاهما صحيح، يا نقول والله حصل بريك داون للتولرانس وبالتالي ادى الى اوتوميون ديزيز، يا نقول انه في ميون ريسبونس اجينست السيل كومبوننت. الشيء نشوف ايش الكوزز اللي بتؤدي الى الميون الاوتوميون ديزيز. اول امر التايمس، مش اتفقنا ان الخلايا دي تتعلم للسيلف كومبوننت ونون سيلف كومبوننت في التايمر. فلو حصل الخلايا دي ما تعلمتش يحصل كده بدون تعلم. لابد انه يحصل لها educated or selected في التايمر، لانه اكيد لو حصل في التايمك educated or في التايمك selected or selection هيحصل اكيد autoimmune disease. السبب الثاني انه يحصل حاجه بنسميها releasing sequestrated antigen. مش اتفقنا ان في انتيجينات مخبأة ما يشوفهاش الميون سيستم خالص؟ لو حصل ريليز لها حيصبح الميون سيستم وجها لوجه مع هذه الانتيجين وبالتالي حيحصل الميون ريسبونس. وضربنا مثالين، مثال قلنا الكبسول المحيط في الايلاند وعلى فكره بيحصل اي كاتاراكت ديو تو اميونيتي، اميون اي كاتاراكت. لو حصل حتى واحد تروما وحصل ربشه للكبسول حتظهر البروتينات حق الايلاند انها فورين، فبالتالي الميون سيستم يتفاعل معها ويتكون الاي كاتاراكت. الامر الثاني زي ما قلنا لو حصل واحد تروما في الهيلفك في توكار اكسيدنت ولا اي امر هيحصل انه الفاز هيحصل له رابشر فحتظهر السبرم كفورين فيروح الاميون سيستم يعمل اميون ريسبونس اجينست السبرم ويحصل انفيرتيليتي ديو تو اميون.
فنجي نقول هذه النون اذا حصل ريليزنج للسيكوستريتد اور الهيدن انتيجين هيحدث اوتوميون ديزيز. الامر هذه واحده منهم اللي قلنا عليها الاسبر، وهذه بالنسبه للاي كاتراكت الكبسول المحيط بالمولوكلر ماماكري اتفقنا عليها. مش قلنا في الرومانتيك فيفر انه اساسا الانتي بادي طلعت ايش؟ ستريبس بايوجينز. فحصل انه هذه الستريبس بايوجينز اللي طلعت لها بروتينز موجود على الهارت ماسلز، فبالتالي فعلت ما حصل اوتومين ديزيز. فاذا هنا كروس رياكتيفيتي احدى الاسباب او نسميها مولوكلر ماماكري. جميل. وجد العلماء هذا الفيروس لو دخل جسم الانسان عنده قدره في خلف الميون سيستم يمسك بولي كلونال انتي بوديز، فلربما واحده من البولي كلونالز حصلت كروس رياكتيفيتي مع انتيجين معين فحصل اوتوسيل ديزيز. لذلك حناخذها بعد شويه في الروماتويد ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس نشخصها بال من ضمن الماركرز نشخصها بالروماتويد فاكتورز. نجي 20% من الناس اللي عندهم روماتويد ارثرايتس نيجاتيف الروماتويد فاكتورز. من ضمن الاسباب قد لربما تعرض لهذا الابشتين بار فيروس فتكون عنده ديفرنت تايب اوف انتي بوديز اللي نسميها كولكون انتي بوديز. احدى هذه الانتي بوديز ارتبطت في السينوفيال ممبرين فحصل روماتويد ارثرايتس. ولذلك لانه ما معنى روماتويد فاكتورز؟ واحنا اتفقنا انه في معنا اي جي ام اجينست اي جي جي لكن متكون اميون كومبلكس، لكن هنا لا ما فيش اميون كومبلكس. البوليكول انتي بوديز اللي نتجت عن الابشتين بار فيروس هي حصل لها كروس اكتيفيتي مع السينوفيال ممبرين وحصل الرياكشن او حصل روماتويد ارثرايتس. وجد العلماء انه انكريز في انترلوكين 17 اللي هي تنتج تي هيلبر نسميها تي هيلبر 17 يعمل بروموت للسيلولر اميونيتي فيخلي السيلولر اميونيتي تزيد بشكل كبير، فزياده هذه السيل ميديت اميونيتي قد تؤدي الى اوتوزين ديزيز. وجدوها انه يحصل اوفر اكسبريشن مرتبط مع سيستم اللوبس الروماتوزس والروماتويد ارثرايتس كمان مالتيبل سكلوروزس وفي حالات الازمه. طيب ركزوا معي لو حصل ديفكت في الفاز عند الفاز ليجن. مش اتفقنا الاكتيفيتد تي سيل لو ما تعرض سيل كومبوننت مش عليها سيرفيس حقها فاز. واتفقنا انها لو عرض لها سيل كومبوننت تطلع الفاز ليجن يروح يرتبط مع من؟ مع الفاز فيحصل اغلطوني. شوفوا ايش الفكره اللي حكيتها انه يحصل ميوتيشن في الفاز. فبالتالي عرض سيل كومبوننت وفي فالتي هيلبر سيل قاومت هذا عشان تعمل ان اكتيفيشن طلعت فاز ليجن، لكن نتيجه للميوتيشن دي ما قدرش الفاز ليجن يرتبط مع الفاز، فبالتالي حصل اكتيفيشن لها وحصل ريسبونس اجينست السيل كومبوننت. طيب اكيد لو في اي التريشن لاوتو انتيجين مش اتفقنا الار بي سي لو حصل لها التريشن اتاتشد لدرجز معين هيصبح اوتوميون هيموليتيك انيميا. فاي التريشن باي سيلف كومبوننت هيؤدي الى اوتوميون ديزيز. الامر الاخر الجينيتيك بريديسبوزنج اتفقنا زمان انه في مثلا الناس اللي عندهم اتش ال اتش ال اي بي 27 مرتبطين او تشانس انه يحصل لهم انكلوزنج سبوندلايتس عالي، دي ار 4 قلنا روماتويد ارثرايتس، دي ار 5 قلنا هاشيموتو ثايرويدايتس. معناها انه انتم مش ملاحظين في دي ار 4 ودي ار 3 هو ام سي بلس 2 ولا ام سي بلس 1؟ 2. فبالتالي ده معناها انه هيحصل اكسبريشن لهذه السيلف كومبوننت اللي تخلي فيه هيلبر سيل يتفاعل معاه وبالتالي تؤدي الى ان التشانس يعلى انهم يجي لهم اوتوميون ديزيز. الاستروجين اذا زاد الاستروجين ممكن يحصل انهانسنج للبي سيل وبالتالي يعمل كمان سبريشن للتيرات، بالتالي ده ممكن يكون بريدسبوزنج للاوتوميون ديزيز. طيب كيف يعملوا كلاسيفيكيشن للاوتوميون ديزيز؟ عده كلاسيفيكيشن لكن اشهرهم انهم يقسموها اورجنز ونون اورجنز او سيستميك. الاورجنز عندها كثير حقيقه كثير جدا لكن من ضمنهم هاشيموتوز ثايرويدايتس جريفز ديزيز ميتاستيريا جريفز ارنيشا ثانيميا اديسون ديزيز الانسولين ديبندنت دايابيتس الاوتوميون هيموليتيك انيميا سيلياك ديزيز عدد كبير منهم الحقيقه. النون اورجن او السبيسيفيك اشهرهم سيستميك لوبوس اريثروماتوزس
روماتويد ارثرايتس ومالتيبل سكلروسيس. انا اخذ اكزامبل وبس نشرح الميكانيزم عشان انتم لما تقراوا اي اوتومين ديزيز صادفكم عارفين كيف حتنشا الباثوجينيسيس عشان يحصل الديزيز. هاشيموتوز ثايروداتس هو باسمه لقبه هو عالم ياباني اكتشف الاوتومين ديزيز واعتقد من اوائل الاوتومين ديزيز اللي اكتشفت فاكتشفوه فسماه باسمه. ايش اللي يحدث؟ يحدث انه الميون ريسبونس اجينس للثايرويد جلاند. كيف يحدث هذا الموضوع؟ انتوا اكيد لاحظتوا في النورمال اكشن انه في معانا ال مش راح يطلع مثلاً بتريجلان يطلع TCH والTCH ده يروح للثايرويد سيلف يعمل اكتيفيشن ويطلع T3 و T4 والT3 والT4 يعملوا فيدباك ميكانيزم فيعملوا انهيبيشن للبرودكشن اوف TSH. طيب تعالوا نشوف ايش الحاصل في الديزيز اللي بيحصل هايبو ثايرويدزم. هذا الان طلع TSH وعمل ستيموليشن هذا النورمال طبعا. لو حصل دامج للثايرويد نفسها التي 3 والتي 4 حيضلوا ولا لا؟ حيضلوا وكمان تتوقعوا حيزداد لانه ما فيش الفيدباك ميكانيزم. جميل اذا جو قالنا في تو مولكيولز مهمين جدا للابتيك للايودين عشان يعملوا كمان يشاركوا في برودكشن للثايرويد هرمون اللي هم الثايرو بيروكسيديز والثايرو جلوبوليز. فلو حصل انه تكونت اوتو انتي بوديز اجينست تو مولكيولز اجينست الثايرويد بيروكسيديز والثايرو جلوبوليز هيحصل ديستراكشن تايب 2 وبالتالي ما عاد فيش السنسس اوف هرمون وبالتالي حيقل الهرمون وكمان حيزيد الدي اس اتش. ده تايب 2. هذا الميكانيزم الاول. الميكانيزم الثانيه انه كان نفسها الثايرويد هرمون يحصل لها تايب 4 انه تعتبرها كسيل ميديت اميونيتي كفورين فتطلع يحصل لها انتي بريزنتيشن على تايب 1 زي ما قلنا وتيجي تي سايتوكس تي سيل وتعمل لها ديستراكشن او نفس الوضع تي هيلبر 1 وتحصل برودكشن للسايتوكاينز انترلوكين 2 جاما انترفيرون فاكتورز ويحصل الدمج لها. اذا قد يكون الدمج هنا تايب 2 او تايب 4. كيف نعمل لها دياجنوزز؟ Very simple. اكيد تي 3 والتي 4 حيكونوا اكيد حيكونوا ديكريز زي ما قلنا. الامر الاخر ديزيتش حيكون اكيد مرتفع. جميل لانه حصل الفيدباك ميكانيزم ما رجعش فاكتور حيكون مرتفع. اكيد من ضمن الاشياء اللي لاحظها تشخيص بها نشوف الانتي بوديز اجينست الثايرويد بيرسونيز واجينست الثايروجلوبوليز. هل في اوتو انتي بوديز؟ يدخلوا على فكره في الانفستيجيشن هل في اوتو انتي بوديز اجينست الهومولوكيولز نول ولا لا؟ في من ضمن الاشياء اللي بنعملها تشخيص. جريفيس ديزيز هو اوتوميون ديزيز يحصل فيه اوفر برودكشن للثايرويد هرمون ونسميها ثايروتوكسيكوزيس لانه اصبح هاي برودكشن للثايرويد. طبعا خلاص بالنسبه لكم المانيفستيشن اكوردنج للاورجنز ما دام في مثلا هايبر ثايرويدزم ايش اللي حينتج عنها من المانيفستيشن؟ ما دام في هايبر ثايرويدزم ايش حينتج عنها من المانيفستيشن؟ طيب الباثوجينيسيس كالاتي. هذا اتفقنا على انه النورمال باثوي بالنسبه لل تي اس اتش انه حيحصل له ريليزنج وحيحصل له سبيسيفيك ريسبتور وحيحصل انه هنا حيعمل ستيموليشن للثايرويد تي 3 وتي 4. ده الوضع الطبيعي ويعمل فيدباك ميكانيزم. تعالوا نشوف هذا الوضع الطبيعي اللي قلناه نشوف كيف انه حيحصل في الجريد الجديد الاتي. ان انتي بوديز اجينست تي اس اتش هيحصل لها اوتو انتي بودي وقلنا ده المفروض هيحصل بالمنطقه اللي كنا نقوله زمان انه تايب 2 ديستراكشن لكن احنا سميناها تايب 2 اكتيفيشن لانه سايتوكسيك بطريقه الاكتيفيشن. هيحصل هنا الانتي بودي اجينست للتي اس اتش ريسبتورز وبالتالي هيحصل ثايروتوكسيكوزيس وهنا تايب 2 نون سايتوكسيك خلال او تو الاكتيفيشن. كيف نشخصه؟ فيري سمبل. طبعا هنا تي سي اتش كي ار تي اس اتش توقعوا كيف بيحصل؟ معنا ثايرويد كمية كبيرة. الأمر الآخر توقعوا تي 3 تي 4 أكيد حيكون زيادة بشكل كبير. الأمر الثالث أكيد نروح ندور أنتي بوديز أجينست ريسبتورز هل موجود ولا مش موجود؟ طبعا ده من ضمن البيت كاركتر الجريم ديزيز انه تسميها اكزيبتال مصيحه. بالنسبه لنا جريفز الديفينيشن
انه يحصل اوتو انتي باديز اجينست الاسيتايل كوليز. فهذا الان الاسيت مش اتفقنا انه لما يطلع من الاندنج نيرف الاسيتايل كوليز لو سبيسيفيك ريسبتورز على المصل هيحصل كونتراكشن وبعدين يجي اسيتايل كوليز استريز يعمل تكسير للاسيتايل كوليز. جميل. طيب تعال هذا النورمال اللي قلنا عليه طبيعي انه يطلع اسيتايل كوليز والسبيسيفيك ريسبتور على المصل فهيحصل كونتراكشن. لكن لما يكون الديزيز موجود ميتاستاتيك جريفس هذا حصل الاسيتايل كوليز ريليزي لكن المصل عليها انتي باديز عمل بريفنت للبايندينج اوف اسيتايل كولين على الاسيتايل كولين ريسبتور فبالتالي هيحصل ريستيشن او وات از ذات. طبعا اكيد تايب 2 نان سايتوكسيك لكن باي بلوكينج اور انهيبيشن. طبعا لما تكسيش حق هذا يا دروبنج اوف وان اور بوث ايدز يحصل لهم دروبنج تماما اكيد ديفيكالت في السوالين ديفيكالت في الشوينج وهذا المفروض ما حدش يتمنى الغلط شعبه المفروض المخزنين يجي لهم 400 يخزنهم. اللاب دايجنوزيس اكيد اول لاب دايجنوزيس هنروح نشوف انتي باديز اجينست الاسيتايل كولين ريسبتورز هل موجوده او غير موجوده. في حاجه يسموها الهيدروفينوم تيست او التنسون تيست كيف يعملوها؟ ركزوا معي يروح يجيبوا اللي يعمل بلوك للاسيتايل كولين استريز. مش اتفقنا ان الاسيتايل كولين استريز ايش يعمل؟ يستجمين يحطم اسيتايل كولين. الان مش الاسيتايل كولين معاه شغال بشكل كبير ولما موجود بشكل كبير حيطلع الاسيتايل كولين استريز. فالتست كيف تعمل؟ مش دي عندها ال دروبنج في الايلتس فيروحوا يحتلوها بالبلوك للاسيتايل كولين استريز. هذا حيعطي تشانس انه كميه كبيره من الاسيتايل كولين موجوده حتحصل اي ريسبتور موجود تنتصر معاه فيحصل تحسن في بالنسبه للدوبينج الايلتس. فدي مفهوم الاشياء بس الكونفرميشن عشان نتاكد انه عنده ان عندها ميتاستاتيك ليفل. برنيشا سانديما فيري سمبل. في حاجه بنسميها انترنسيك فاكتور اللي بايندنج للبي 12. فبالتالي لو حصل اوتو انتي باديز اجينست الانترنسيك فاكتور مش هيحصل انه اتاتش للبي 12 فبالتالي هيؤدي لما نسميه بالارنيشيس انيميا. كيف التقييم حقها؟ هذا في الاساس كل ما اكلنا حيوقف البي 12 هيحصل له اتاتش على الانترنسيك فاكتور. لو حصل انه اوتو انتي باديز اجينست الانترنسيك فاكتور معناها انه البي 12 مش هيحصل له التاتش على الانترنسيك فاكتور بالتالي مش هيحصل انتصار وبالتالي حتؤدي الى الانيميا. طيب كيف اكيد الشخص ده حيكون عنده انيميا؟ اكيد لو عاوزين نشخصها نروح نشوف في اوتو انتي باديز اجينست الانترنسيك فاكتور في حاجه مش يسموها الشيلينج تيست. يروح يجيبوا بي البي 12 ومع راديو اكتف ويعطوها للشخص وبعد فتره يقيسوا منسوب او مستوى البي 12 ونفس الشخص يروح يعطوه كمان البي 12 مع الانترنسيك فاكتور ويقيسوها حيبان بالتاكيد لو كان عنده اوتو انتي باديز حتبان انه مش حصل ما حصلش ابزوربشن للبي 12 لكن لو كان مذكور مع الانترنسيك فاكتور حيحصل انه كان في امتصاص كبير للبي 12. تريتمنت نعطيه فيتامين اكيد نعطيه اكيد دور انجكشن. المشكله ليست الفيتامين بي 12 موجود المشكله انه الابزوربشن بالتالي نعطيه انجكشن عشان يتجاوز الافكت في الانترنسيك فاكتور. امر مهم جدا وهو حقيقه موجود عندنا بشكل كبير اللي هو الاميون هيباتايتس. ركزوا عليه موجود بشكل كبير عندنا للاسف الاميون هيباتايتس. اذا الاميون هيباتايتس كيف تعريفه؟ انه في الاميون ريسبونس اجينس الليفر اوتو اميون ريسبونس اجينس الليفر. باثوجينيسيس يا يحصل بتايب 2 يا يحصل بتايب 4. بتايب 2 اتفقنا عليها انه في انتي باديز وتمت عمليه تايب 2 اللي كنا عليها بالكامل. تايب 4 نفسها سواء سايتوكس في سيل او باكتيزيشن في هيلبر 1. اكيد ما دام حصل ديستراكشن للهيباتوسايت هيحصل جاوندس نوزيا فومتنج كل اعراض الليفر والفتيج. في 3 تايبس في الاميون هيباتايتس. التايب الاول اللي بنسميه تايب 1 اميون هيباتايتس
لم يصيب تشايلد او اي عمر لكن تشايلد بشكل اكبر. هنا في 3 ماركرز اسينشال فور دايجنوستكس، في الانا والانا والاسم. الانا هو انتي نيوكلير انتي باديز، والانا انتي ميتوكوندريال انتي باديز، والاسم انتي سموك مصل انتي باديز. دول كلهم حيطلعوا بوزيتيف في تايب 1. تايب 2 هو كومن تايب، ودي من ضمن الاشياء لابد نستخدم الماركر خاص اللي يعمل ديتكشن اور دايجنوستكس لتايب 2 اللي نسميه هو يكون بوزيتيف للانتي ليفر كيدني مايكروسوما. فدي كماركر موجود في تايب 2 ما هوش موجود في تايب 1. التايب 3 هو اعنف تايب يوجوالي بيصيب اليانج فيميلز، والماركر حقه اللي هو انتي سوليبل ليفر انتيجين. لكن التايب ده اللي يميزه انه يحصل بروجريشن الى ان يحصل سيروز بشكل كبير. فالذات دايجنوستكس في منتهى الاهميه هنا. اول امر في اي ليفر خذوها قاعده، في اي ليفر ديزيز حيحصل اليفيتد ليفر انزايم. جميل. تايب 1 عشان يشخصوا ضروري يكونوا 3 ماركرز موجودين اللي هم الانا والانا والازمة. تايب 2 ضروري يكون الماركرز اللي قلنا عليه اللي هو الانتي تي ام موجود. والتايب 3 لابد الانتي اس ال اي موجود. بس النقطة اللي لا تنسوهاش ابدا، لا بد نعمل اكسكلود بداية للمعرفة في منتهى الأهمية. تصوروا ساعات بين كارثة أو حصل دايجنوستكس غلط، يعني واحد جاء عنده جاء مانيفستيشن للدكتور عنده ليفر دامج أو ليفر ديزيز، وراح قالوا له مثلا هيباتيتس بي ولا هيباتيتس سي ولا هيباتيتس سي ولا وات. خلاص الدكتور حيعتمد إنه الفكتة اللي عنده ناتج عن الفيروس. وتخيلوا ممكن بعد المعالج تشوف لو عنده سيروزس ناتج عن او الاميون هيباتايتس. لذلك امر مهم حتى يكون تشخيص سليم ان احنا نعمل اكسكلود بشكل صحيح للفيرال هيباتايتس. لابد نعمل اكسكلود كمان للهولسون ديزيز. اتفقنا انه الهيريديتي يحصل الكوبر يحصل له اكيميليشن في الليفر والبرين وغيره فيعمل دامج في الليفر. اكسكلود كمان للدراجز ممكن تعمل دامج في الليفر سواء اي اتش ماي ميثايل دوبا الكحول غيره، دول يعملوا كمان دامج للليفر فلا بد اني اعمل اكسكلود لهم. الامر الاخر التريتمنت طبعا اكيد كلها حتعمل اميون سبريشن ريدندلون التروبريل كلها كاميون سبريس. يسموها الذئبه الحمراء لانه تشبه من هنا في الشيب تشبه الاحمرار فيشبه الذئبه الحمراء فيسموها الذئبه الحمراء. الديفينشنز حقها هي اوتوميون ديزيز يصيب مالتيبل اورجانز زي السكن جوينتس كيدني هارت لانز مالتي سيستميا ما هو مالتي اورجانز. باثوجينيسيس حقها الفيميل طبعا من 10 ل 1 بالنسبه للفيميل فيميل الاصابه بالنسبه للفيميل فيميل يحصل اوتو انتي باديز اجينست سيل كومبوننت سبون دي ان اي بيتس كل السيل كومبوننت السيلز يحصل لها اوتو انتي باديز. بالتالي لو تخيلنا الاتي دي سيل حصل لها رابشر وحصل لها ريليزنج للانتيجينز حقها حتكون كميه الانتيجين كبيره جدا فبالتالي حيرتبط بها انتي باديز حيحصل فورميشن نيو كومبلكس. هذه الفورميشن نيو كومبلكس قد يحصل ديبوزيشن في اي اورجان. ودي نقطه في منتهى الاهميه. منتهى الاهميه ليش؟ طبعا ده اكيد تايب 3 هايبرسكريبتيك الاميون كومبلكس في السكن حيحصل دامج وحيحصل باتر دايلاش ممكن يحصل في الديبوزيشن في الجوينتس وبالتالي يحصل البين والستفنس والسوالينج. ممكن يحصل الديبوزيشن في الكدني وبعد فتره وارد فبالتالي حيحصل دامج في الكدني وحتى الليفر اسف الكدني فيست حيحصل فيها ابنورمال. ممكن يحصل في الديبوزيشن في الهارت يحصل مايكاردايتس اندوكاردايتس. لا دايجنوستس اكيد سي بي سي وانيميا. طبعا انيميا عده اشياء بتخلي الانيميا. حد عنده فكره ليش حيكون انيميا؟ ها؟ دمج؟ واحده لكن هي مفهوم الاشياء كالاتي مش الكتلي دي حتنضرب ليترو بايوتين مش هيحصل له ريليزنج. الامر الاخر انه يوجوالي مع السيستمك لوبس الكروماتوزس ممكن يحصل اوتوميون ديموتيك او ديموتيك ما يحصل الانيميا مصاحبه للسيستمك لوبس الكروماتوزس.
اللي هي صار ماتنسوا هذا الماركر افضل ماركر مع انه نون سبيسيفيك خالص لكنه افضل ماركر. لو شفت عند واحد اي صار مرتفع لابد في عنده مشكله تيومر انفكشن لابد افكر فين باستثناء طبعا بريجنسي يرتفع في حاله بريجنسي كنورمال. ودي نقطه في منتهى الاهميه الاي صار صحيح نون سبيسيفيك لكن وجوده دلاله ان في انفكشن تيومر وطيبر. الرينال فانكشن تيست اكيد لو حصل دوري في السيستم بنشوفها ممكن لو حصل دوزيشن على الكدني هيحصل الابنورمال بالنسبه للفانكشن للكدني. الليفر فانكشن نفس الوضع لو حصل دوزيشن في الليفر هيحصل ابنورمال للاف تي للليفر فانكشن تيست. نشخصه بالاكيد الانتي نيوكليير انتي بوديز وهو نون سبيسيفيك ماركر موجود في معظم الاورتيز اللي هو انتي نيوكليير انتي بوديز. لكن شو هو؟ حيعطينا انديكيشن مع اذر ماركرز. اهم ماركر لو اللي هو الانتي دبل ستراندد دي ان اي اهم الماركرز بالسيستمك لوبس كروموتولوجيست اللي هو الانتي دبل ستراندد دي ان اي انتي دبل ستراند او انتي بي اس او دبل ستراندد دي ان اي. في ماركر مهم جدا لكن للاسف الماركر ده فقط 30% يحصل له ابيرنس في البيشنت اللي يسموه انتي سميث انتي سميث انتي بوديز. لكن نعمل الماركر ده عند سميث انتي بوديز بس نركز بشكل كبير على الانتي دبل ستراندد دي ان اي. روماتويد ارثرايتس الديفينيشن اوتو انتي بوديز اجينست السينوفيال ممبرين اوف مالتيبل جوينتس. اذا السينوفيال ممبرين هيحصل له اوتو انتي بوديز يحصل سواء عليه او يحصل دوبيزيشن على السينوفيال ممبرين فبالتالي هيحصل منسوبيه بالروماتويد ارثرايتس. اتفقنا انه اي جي جي كل واحد اكيد معه اي جي جي في لحظه من الزمن ان الاي جي جي ده يعتبر فيل الاف سي بورشن حقه في اي جي ام يرتبط معاه فيتكون اميون كومبلكس. فالاميون كومبلكس دي يحصل لها ديبوزيشن على اي سينوفيال ممبرين في اي جوينت. هذا طبعا اكيد تايب 3. في امينو اسيد نسميه ارجينين هيحصل له تشينج الى سيترولين بالتالي هيحصل تشينج للمولكيول كامل. فمن هنا نيجي نقول الانتي بودي حتيجي اجنس السيترولين هيحصل تايب 2 هايبر سنسيتيف. لذلك من ضمن الاشياء المهمه جدا اللي لا تنسوها احنا كنا دائما في اول محاضره قلنا المشكله في التيومر ريفيتك فاكتورز انها هي اللي بتعمل اكسترافيزيشن لكل السيلز بحيث تحصل انفلاماتوري رياكشنز في المكان ده او في الساينوفيال فيحصل انه دامج في الساينوفيال ممبرين وبالتالي يؤدي مع الكرونيك حيؤدي لانه في مشكله بقى هتحصل بالمورف كامله زي ما هتشوف في الصوره الان. اذا دي الجوينتس هيحصل لها دامج هيحصل تشوه حتى في الدار. لكن اللي لا ننساش ما نخلصش بينها وبين مصطلحات حقولها الان رومات فيفر مصطلح روماتويد ارثرايتس والاوستيو ارثرايتس. روماتويد فيفر اتفقنا زمان صحيح اوتو انديوزيز لكنها بوست ترسبوكال انفكشن. بالنسبه للاوستيو ارثرايتس لا يحصل دمج في الكارتليج ده اللي يكون في بين البون يحصل فيه دمج بنقول هيحصل اوستيو ارثرايتس. لكن لما نقول روماتويد ارثرايتس معناها في الساينوفيال ممبرين. طب دايجنوستيك زي ما قلنا ايه صار زي امبورتد ماركر بروكنو نون سبيسيفيك ماركر روماتويد فاكتورز اسف روماتويد فاكتورز مهم جدا في تشخيص الروماتويد ارثرايتس. لا تنسوش قلنا 20% يكونوا نيجاتيف وعندهم روماتويد ارثرايتس وقلنا قد تكون احدى الاسباب انه الهشيم بار فايروس انه يعمل ديفرنت تايب اوف انتي بوديز. احدى هذه الانتي بوديز اللي قد تطلع قد يكون لها كروس اكتيفيتي مع الساينوفيال ممبرين. الامر الاخر الانتي سي سي تي اللي هو انتي سايكليك سترونيتد بيبتايد انتي بوديز ده زي ما قلنا الارجينين هيحصل له تشينج الى سترونيتد. طبعا اكيد الاكس راي وغيرها من الاشياء المهمه في التشخيص. اكيد الروماتويد اكيد النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز اللي تستخدم اكيد الكورتيكوستويد هيستخدم. لكن كاميونيتي هنستخدم المونوكلونال انتي بوديز. الاول قولوا لي ويتش تايب اوف مونوكلونال انتي بوديز؟ كايمريك والاخير هذا هيومنايز هيومنايز هيومنايز. فذاك شوف كيف حصل تشينج انه بدا في العلاج
بجزء كايمريك وتطور الى ما اصبح كله هيومن كيور. طبعا عجينة التيومر نيكروتيك فاكتورز لانه الجزء الاساسي هو اللي بيعمل الانفلاميشن. لو سمحتوا سؤال خلاص لو سمحتوا. The inability to distinguish between self and non-self proteins relate to hypersensitivity. Autoimmune. Ah, exactly. Immune deficiency. Tolerance. أكيد الأوتوميون تجيلنا. Question 2 لو سمحتوا. Which of the following is not an autoimmune disease? Systemic lupus erythematosus. Rheumatoid arthritis. Multiple sclerosis. Serum sickness. طيب. The following is or are possible mechanism for the recognition of self-components by the immune system in autoimmune diseases. The possible mechanism تتعرف على recognition of self-components. Alteration of self-antigen. Lake of sequestrated self-antigen. معكم معنا وتنعاهم. Loss of suppressor cells. Molecular mimicry. طيب. Rheumatoid factor. Found in synovial fluid of patients with rheumatoid arthritis is most frequently found to be IgM reacting with L chain of IgG. IgM reacting with Fc of IgG. Antibody to collagen. Oh. The pathology of autoimmune disease due to antibody may be a result of functional of immune complex. Antibodies blocking a certain receptor. جميل. Antibodies induce complement activation. Antibodies induce opsonization. Engraved disease, the target of the immune system is TSH receptor on thyroid gland. Thyroid hormone. Thyroid stimulating hormone. Thyroid group B. A patient on antidepressant drug develop hemolytic anemia. What is the mechanism involved in this situation? Type 1. Type 2. Type 3. Type 4. Type 14. By which antagonist of cytokines might be used in treatment of rheumatoid arthritis. Anti TN tumor factor antibody. Anti interleukin antibody. Anti interleukin 4. Anti. أكيد anti tumor factor antibody. Which of the following cell involved in development of type 1 diabetes mellitus? How much are we going to natural killer cell. The autoimmune disease, huh? T helper cell. T cytotoxic T cell. T radical cell. T cytotoxic T cell. The most important test for diagnosis the system of lupus and protocols is anti-nuclear antibody. Anti-diabetic antibody. ABC test. The